الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني الثقافي للموسيقى الأندلسية المألوف بقسنطينة كان فرصة لسكان الولاية للاستمتاع بأصالة الطابع المألوف والعودة إلى أجواء الاحتفاء بالمهرجان الذي غاب عن الجمهور القسنطيني منذ 2015. عودة المهرجان بعد منذ سنة 2015 كانت فيها الخير على قسنطينة. قسنطينة هي المدينة الميديافة وحضيت بهذه الطبعة العاشرة. هي بالطبع كانت مبادرة من قبل وزير الثقافة والفنون اللي ألحت على إعادة بعث هذه المهرجانات. اليوم شفنا الجمهور حضر بقوة 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 للمسرح، اليوم مقتد عن آخره الحمد لله. رغم التعب مديت واش قدرت الحمد لله. حبينا عملنا جهدنا أننا نرديو للجمهور اللي حضر معنا. نتمنى كل التوفيق لمحافظة المهرجان. اختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة. جمعية مقام الثقافية من ولاية قسنطينة فازت بالمرتبة الأولى للمرة الرابعة. احنا نخدموا اوتنتيك لوتنتيسيتي، يعني الأصالة، نخدموا خاصة الأصالة، يعني عندنا المراجع تاع عندنا تساجيل تاع الشيوخ القدم، عندنا كل ما يلزم يعني باه نتأصلوا في الخدمة، والأصالة هي اللي تفرق بين خدمة وخدمة. التقييم كاين لباس تقليدي، احترام النوبة، كلمات، العزف، كان اللي يعزفوا على الآلات ممتازين الله يبارك، حتى ونجبرنا عازفين على الآلات، واحد على الكمان، واحد على العود، واحد على القانون، واحد على الإيقاع، هذا كل نسجعوا عليه، عملنا البري دي جوري باش نسجعوهم. حضور قوي للجمهور القسنطيني الذي استمتع بالطرب الموسيقي الأصيل الذي يمثله الطابع الأندلسي.